خمسة أمور تعينك على الخشوع داخل الصلاة، ثم تكرار هذه الأمور يجعل حال الخشوع عندك دائما في صلاتك وخارج صلاتك. أولها حضور القلب بالتوجه إلى الله وتفريغ القلب مما سواه. قبل الصلاة اجلس في مكان صلاتك واجتهد أن تفرغ قلبك من كل شيء إلا من الله عز وجل. يعني إذا أردت أن تفكر في بيعك وفي شرائك وفي زواجك وفي أخذك وفي عطائك، فكر فيهم قبل أن تقوم إلى الصلاة حتى تفرغ هذا القلب. هلأ حتعد لك خمس دقائق يا أخي، شو بدك أحكي مع نفسك؟ حتى إذا قمت لتقول الله أكبر خلاص مضى ما كنت أفكر به قبل الصلاة. اثنين، الفهم والإدراك لما يقرأ أو يسمع في الصلاة. إذا كنت واقفاً تتلو سورة الفاتحة فحاول أن تستجمع فكرك مع ألفاظ سورة الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين. أنت تخاطب رب العالمين، وهذه الكاف كاف الخطاب، وإن الله تعالى في قبلة أحدكم ما لم يلتفت، فأنت عم تقول له لرب العالمين إياك نعبد. شيء فظيع يا أخوانا، كيف عم تحاكي رب العالمين أنت؟ اهدنا الصراط المستقيم، دلنا يا رب على الصراط المستقيم، أنا ما بعرف، دلنا صراط الذين أنعمت عليهم، يا رب أن اجعلني مع الصالحين الذين مضوا قبلي والذين ساروا في هذا الطريق قبلي. حاول أن تستجمع المعاني، تستجمع فكرك على فهم المعاني التي تقرأها في الصلاة أو تقرأ وأنت تسمعها. اثنين، ثلاثة، التعظيم والهيبة لله عز وجل. استحضر بأنك ستقوم الآن بين يدي جبار السماوات والأرض، استحضر بأنك ستقوم الآن بين يدي ملك السماوات والأرض، استحضر أنك ستقوم الآن بين يدي من لا يخفى عليه خافية. التعظيم والهيبة. رقم أربعة، الحياء. ألا استحضر تقصيرك بين يدي الله عز وجل، استحضر فرائض قصرت فيها تأخرت عنها، استحضر ذنوبا أمرك الله عز وجل أن تتركها ثم أنت تجاوزت حدك واشترأت على حدود الله عز وجل، فتستحي من وقوفك بين يدي الله عز وجل، هذا بيساعدك على الخشوع. خامسا وأخيرا، كثرة ذكر الله تعالى. اجعل الذكر دائما مع قبل صلاتك، فبتصير أنت حتى في صلاتك في خشوع. هلأ تكرار هذا الخشوع وتكرار ذكر الله عز وجل بشكل دائم يا أخوان بيجعل حال الخشوع، حال التذلل الذي في القلب والانكسار بينك وبين يدي الله عز وجل، يجعله حالا دائما لك، بل يجعله مقاما